في المحاضرة السابقة تناقشنا على الميكروبيال جينيتيك، على المادة الوراثية بالأحياء المجهرية، وعرفنا أنواعها اللي هي دي إن إيه والآر إن إيه، وعرفنا خصائص الانتقال المواد الجينية بين الأحياء سواء بروكاريوتيك أو إيوكاريوتيك. وحتى نكمل المادة الوراثية أو الجينات في الكائنات الحية، راح ناخذ اليوم إن شاء الله الـ DNA replication، وراح نتطرق إلى الميوتيشن ومصطلح عندنا ريكومبينيشن. الـ DNA replication أعتقد يعني عندكم معلومات عليه، لأنه المفروض هو واحد من مواضيع المولكيولر بيولوجي، مادة المولكيولر بيولوجي. تذكرون إحنا أخذنا الجروث مع المايكرو أورجانيزم، النمو مالته، وقلنا خلال الجروث عندنا بالبروكاريوتيك أو إيوكاريوتيك راح يصير سيل ديفيجن، انقسام الخلايا بحيث تنتج خلايا جديدة تشابه الخلية الأصلية، وبذلك فإن هذه الخلايا الجديدة المفروض تحوي على نفس المكونات اللي بالخلية الأصلية. ضمن هذه العملية، ضمن هالتضاعفات اللي تنتج خلايا جديدة، المادة الوراثية أيضا لازم يتم تضاعفها حتى تعطي نسخة جديدة إلى الكائن الجيل الجديد، وبالتالي يصير يشبه الأجيال القديمة. فإذا الـ DNA هنا يحتاج replication، يحتاج مضاعفة، وعادة الـ DNA replication هو يكون بالضبط نسخة متماثلة من الـ DNA الأصلي، ما عدا بعض التغيرات البسيطة اللي بعدين راح نناقشها بشكل mutation أو طفرات. فإذا نعرف what we are mean DNA replication، شنو هذا DNA replication؟ It is a biological process produce two identical replicants، يعني بالضبط ينتج نسختين أو نسخ مطابقة أو مماثلة تماما للـ DNA الأصلي from the original DNA molecule. هذه العملية، عملية الـ DNA replication، تصير عادة خلال يا مرحلة خلال cell division، بانقسام الخلايا. وتذكرون قلنا اكو انترفيس وبروفيس وميتافيس، فيصير بالانترفيس اللي هو الطور البيني يصير بتضاعف للـ DNA، واللي ممكن يتحول بعدين بالاطوار الاخرى الى الخلايا الجديده. فاذا السيل ديفيجن هنا ديورينج جروث، خلال النمو يمكن يكون نسخ جديده من الـ DNA، وممكن في حاله اخرى مو بس خلال النمو، وانما خلال ان يصير ضرر في الـ DNA ويصير له تصليح، فالتصليح هو استنساخ للـ DNA حتى يستنسخ الـ DNA الجديد اللي يكون خالي من العيوب بالـ DNA الأصلي. وهسه بعدين راح نطلع على شنو هذه العملية اللي تصير. فإذا في الـ Growth وبالـ Repair Damage Tissue، وبحيث أنه النتيجة النهائية خلايا جديدة تحوي على نفس التركيب من الـ DNA. هسه نناقش الـ DNA replication بالبروكاريوتيك، وقلنا البروكاريوتيك يا اما بكتيريا او اركيا. نناقش ايضا معلومات عامة الـ DNA replication بالبكتيريا. طبعا البكتيريا احنا اخذنا سابقا اللي هي البروكاريوتيك، دراسة الجينات قلنا سابقا بها سهل لسبب شنو؟ انه حجمها يكون small size، حجمها صغير وتكاثرها يكون سريع. فإذا هنا DNA replication it is well studied، ممكن دراسته بسهولة in bacteria، في البكتيريا، because the small size، حجمه يكون صغير، وبالتالي من نقول حجمه صغير يعني معناه طول مالته والجينات اللي يحويها أقل مما بالإيوكاريوتيك. وكذلك شنو الإضافة للحجم الصغير؟ mutant سهل إنه نكشفها، الطفرات اللي يصير به سهل إنه نكشفها. فلذلك انه دراسه الـ DNA replication بالبروكاريوتيك يكون اسهل. خلينا ناخذ مثال على البكتيريا حتى نشوف شنو المواصفات هذه اللي تكلمنا عنها. لو ناخذ الايكولاي، بكتيريا الايكولاي، ايكولاي تحوي تقريبا 4.6 مليون بيس بير، تقريبا 4.6 مليون قاعده نيتروجينيه. وهذا طبعا هي قد تشوفوها ملايين، لكن هي تبقى قليله مقارنه مع الايوكاريوتيك. تذكرون قلنا البكتيريا تحوي على سنجل كروموسوم، وهذا الكروموسوم السنجل الأحادي يكون بشكل دائري سيركولر. وعملية الريبليكيشن تستغرق بالإيوكاريوتيك، سوري بالبروكاريوتيك اللي هي الإيكولاي، تستغرق 42 minutes،
يعني كل ريبليكيشن، كل تضاعف للدي ان اي يحتاج 42 دقيقة حتى يكون نسخة ثانية من عنده. الإنزيم المهم بعملية الدي ان اي ريبليكيشن هو إنزيم يدعى بالدي ان اي بوليمريز، وهذا الإنزيم دي ان اي بوليمريز البكتيريا يوجد 3 تايبس، 3 أنواع. النوع الأول نسميه دي ان اي بوليمريز 1، دي ان اي بوليمريز 2، دي ان اي بوليمريز 3. أهم واحد بالعملية الريبليكيشن اللي هو دي ان اي بوليمريز 3 النوع الثالث، بينما اللي يشارك بعمليات أخرى مثل عمليات التصليح مو فقط التضاعف وإنما بالتصليح هو دي ان اي بوليمريز 1 و 2. فإذا عندنا 3 أنواع من الدي ان اي بوليمريز، وقلنا هذا الإنزيم مهم بعملية الدي ان اي ريبليكيشن. النوع الأول والثاني يساهم أكثر شيء برايمري فور ريبير بالتصليح، مو بالدي ان اي ريبليكيشن، وإنما عندما يصير خلل أو خطأ في الدي ان اي ممكن يصلح الخطأ اللي يصير فيه. أما البوليمريز 3 دي ان اي بوليمريز 3 هو الرئيسي اللي يساهم بتصنيع أو الدي ان اي ريبليكيشن. راح ناخذ خطوات عملية الريبليكيشن بصورة مبسطة وتاخذوها في مادة أخرى بصورة يعني أكثر توضيح، بس راح بس نطلع على اللي يصير شنو بالدي ان اي ريبليكيشن. شنو الخطوات؟ عندنا 3 خطوات بمضاعفة الدي ان اي. الخطوة الأولى نسميها initiation البداية، الخطوة الثانية elongation الاستطالة، وعندنا الخطوة الثالثة termination أو النهاية. نجي على الانيشيشن شلون دا يصير. احنا نرجع لمعلوماتنا، احنا دا نتكلم على البكتيريا. البكتيريا نرجع نقول كروموسوم واحد دائري، وهذا الكروموسوم هو دي ان اي دبل ستراند متكون من خيطين. فاذا حتى تبدي عملية التضاعف لازم اكو منطقة خاصة يتحد بها الانزيمات اللي تقوم بعملية التضاعف. هاي المنطقة شو نسميها؟ نسميها origin of replication او اصل منطقة بداية التضاعف. هذه المنطقة هي اللي راح تتحد بها قلنا الانزيمات اللي تقوم بعملية الريبليكيشن. الخطوة الأولى الآن ضمن هذه العملية الانيشيشن، تذكرون قلنا الكروموسوم هو بشكل سوبر كويل. سوبر كويل يعني قلنا انه شنو بشكل طيات، الغرض منه شنو على مود حتى يقلل المساحة اللي موجود بيها. فإذا أول خطوة لازم نزيل السوبر كويل، لازم الدي ان اي ينفتح ما يبقى بشكل طيار. اللي يقوم بهذه العملية إزالة السوبر كويل إنزيم خاص يسموه توبو ايزوميريز 2 أو الدي ان اي جايريز. هذا الإنزيم يفتح الروابط اللي تربط الدي ان اي بشكل طيار ويخليه حر بشكل دائري بدون أي طي. هذه الخطوة الأولى إنه انفتحت الطيار. الخطوة الثانية انه الدي ان اي قلنا هو دبل ستراند، والدبل ستراند خيوط بين الاثنين متصلات مع بعض بأواصر يسموها هيدروجين بوند، أواصر هيدروجينية. فإذا لازم تنفتح الروابط بين الخيطين حتى شنو؟ ليش يفتح الروابط؟ ليش ما يبقى؟ حتى كل خيط يعمل كتمبليت كطبعة يبني عليه الخيط الجديد، بحيث انه ذن الخيطين إذا انفتحن كل خيط يكون خيط ثاني، وبالنتيجة راح يطلع لنا 2 دي ان اي، واحد جديد وواحد اللي هو الاصلي صلح روحه بعد ام استنفع. من يقوم بفك هذه الاواصر ويفتح الخيط عن بعض انزيم خاص يسموه بالهيليكيز. اذا الهيليكيز separate the DNA strand by breaking the hydrogen bond، يكسر هاي الاواصر ويفتح خيوط الدي ان اي. بالنتيجة ورا ما انفتحت راح يتكون شكل يسموه واي شيب، بس راح اعرض لكم في رسم انه مبسط يوضح العملية. فهاي الواي شيب راح نسميها ريبليكيشن فورك، اللي هي شوكة اللي تشبه الشوكة، تشبه حرف واي، فلذلك يسموها بالريبليكيشن فورك، وهي راح تبدي من عندها عمل بقية الانزيمات. الان عندنا الدي ان اي انفتح بالتوبو ايزوميريز 2 وانفت يعني الروابط اللفات مالته. خطوة ثانية روابط بين خيوط انفتحت بواسطة الهيليكيز. الخطوة الثالثة حتى يمنع يعني يمنع خيوط الدي ان اي تلتحم من جديد
وتكون دبل ستراند، لازم اكو شيء يمنع هذا الالتحام. هذا منو شيل دائما على بروتينات خاصه يسموها سنجل ستراندد بايندينج بروتين. اذا هاي بروتينات خاصه تجي تلتحم او تلتصق باحد خيوط الدي ان اي اللي انفتح وتمنع اتحاده مع الخيط الثاني لحتى يضمن شنو، يبقى خيط واحد وتستمر عمليه الريبليكيشن. اذا نشوف هذا الدايجرام، عندنا قلنا هذا الكروموسوم هو سنجل سيركولر، كروموسوم واحد دائري محتوي من شنو، من دبل ستراند دي ان اي، خيطين من الدي ان اي. النقطه اللي راح تبدا فيها الريبليكيشن هي قلنا الاوريجين اوف ريبليكيشن او ريبليكيشن اوريجين، هاي النقطه تتحد بها الانزيمات. اول انزيم اللي هو الهيليكيز راح يفتح الخيطين عن بعض، هذا الاحمر هو الجديد اللي بدا يكون جديد، وهذا اللي يشبه حرف Y، يعني الآن إذا قسمه منه هذا Y وهذا Y، وهذا راح يستمر منه أنا بالبناء وهذا راح يستمر عكس الاتجاه. إذن هذا هو أول خطوة اللي هي الانيشيشن. الآن فتح الخيوط واستعد حتى يبني الخيوط الجديدة. عندنا التركيب الـ DNA إذا طلعنا عليه هو خيطين قلنا. واحد يبدي بثلاثة إلى خمسة من اتجاه من ثلاثة إلى خمسة، والثاني بعكس الاتجاه من خمسة إلى ثلاثة. عادة الإنزيم اللي يبدي بإضافة النيوكليوتيدات جديدة اللي هو DNA polymerase 3 لازم يبدي بالنهاية ثلاثة. فإذا راح يكون عندنا خيطين، خيط يبدي من خمسة إلى ثلاثة ونسميه بالليدنج ستراند، وخيط يبدي من ثلاثة إلى خمسة ونسميه باللاجنج ستراند. الليدنج ستراند هو هذا اللي نهايته شنو ثلاثة، وهاي ثلاثة قلنا هي اللي يتحد مع الدي ان اي بوليميريز ويبدي يستمر يكون خيوط قواعد جديدة. بينما مشكلتنا بالخيط الثاني اللاجنج ستراند هو يبدي ينتهي بخمسة، والخمسة ما يشتغل عليها الدي ان اي، فاذا بهالحالة يحتاج لترتيب معين. اللي يصير شنو؟ انه نبدي بالنوع الاول اللي هو الليدنج ستراند، شو بده يصير؟ حتى يبدي يصنع الدي ان اي بوليميرز يضيف القواعد النيتروجينيه ويصنع خيط جديد، يراد له بادئ، يراد له مكان يبدا به. هذا المكان يبدا به نسميه بالبرايمر. البرايمر ار ان اي برايمر هو مثل الطابوقه الاولى بالبنيان اللي من خلاله يصير حتى الخلفه بالبنه من يريد يسوي حائط، اول ما يسنتر طابوقه واحده بالبدايه الحائط وعلى ضوءها يمشي بقيه الطابوقات. هذه الطابوقة الأولى اللي هي نسميها RNA primer. منو يضيف هذا RNA primer؟ يضيفه إنزيم معين نسميه primase أو الاسم الثاني إلى RNA polymerase. إذن يقوم هذا الإنزيم بإضافة أول طابوقة بناء في خيط اللي انفصل من DNA. وعادة قلنا عندنا خيطين اللي هو leading واللاجنج. الليدنج ستراند اول خيط قلنا سهله شغلته، يضيف اول طابقه برايمر ويبدي يشتغل الدي ان اي بوليميرز يضيف البقيه. بينما بالخيط الثاني اللاجنج هنا نهايته خمسه، فشو يحتاج بهالحاله؟ هذا الانزيم يضيف اكثر من برايمر، اكثر من طابقه اساس، وكل طابقه يضيفها يبدي يشتغل الدي ان اي عليها، لانه مساره يكون مختلف عن الخيط الاول. وبالتالي بان الليدنج ستراند تستمر عمليه اضافه النيوكليوتيدات بيده مستمره خط طويل بواسطه دي ان اي بوليميرز 3، بينما اللاجنج ستراند راح يكون متقطع واكثر من البرايمر. هذه القطع اللي راح ينتجها من اكثر من البرايمر يسموها شنو؟ اوكازاكي فراجمنت او قطع اوكازاكي. زين الان كمل الدي ان اي بوليميرز بدا يضيف القواعد واستمر، هاي الاضافه الطويله نسميه elongation يعني استطاله، يطول الخيط مال الدي ان اي الجديد. الان هو ما يبقى البرايمر، يراد احنا يطلع دي ان اي يشبه الدي ان اي الاول، فلازم البرايمر ينشال، هذا البادئ اللي بدا بيها. من يقوم بعمليه ازاله البرايمر؟ انزيم خاص نسميه ارانيز، هذا الارانيز يشيل هذا البرايمر، ومن شاله يترك فجوه مكانه، يعني بالضبط انت هذا الحائط اللي صف واحد من الطابوق من بدا باول طابوقه، الان نريد نشيل هاي الطابوقه، من يشيلها يبقى فراغ. فاذا بعد الفراغ منه لازم نمليه بقاعده اخرى، من يقوم بعمليه الملء؟ يقوم انزيم اخر نسميه باللايجيز،
هذا اللايجيز يجيب قواعد نيتروجينية ويملي الفراغ اللي نتج من إزالة البرايمر بواسطة الRNA، وبالتالي راح يطلع لنا خيطين جديدات يشبه الخيوط الأصلية، مع اختلاف انه عندنا قلنا الليدنج سترون هو جرة واحدة بالبنيان، بينما اللاجنج سترون يكون متقطع وبعدين يلحم بإنزيم اللاجنز. هذه صورة بسيطة، هذا الدي ان اي الأصلي يبدي خيطين، واحد يبدي 5 إلى 3، وقلنا 3 هذا هنا يشتغل الدي ان اي بوليمريز، والخيط الثاني 3 إلى 5 هذا قلنا ما يشتغل. الأول سميناه ليدنج سترون والثاني لاجنج سترون. عندما يبدي ينفصل الأواصل الهيدروجينية بيناتهم بواسطة الهيليكيز راح يكون شبه حرف واي قلنا، يبدي الدي ان اي بوليمريز بالنقطة 3 يبدي يضيف، طبعا تنضاف هنا البرايمر الطابوقة الأولى ويبدي يضيف يستمر، بينما الثاني لا يضيف متقطع أكثر من البرايمر ويكون أوكازاكي فراجمنت قطع أوكازاكي، بالنتيجة راح ينتج لنا عندنا خيطين جديدات يستمرون. زين الآن احنا في المرحلة الثانية الإلونجيشن، لازم اكو حد توقف عند عملية الريبليكيشن، يعني وما يستمر طول العمر على طوله. بما انه نتكلم على البكتيريا وقلنا البكتيريا كروموسوم هو دائري، بمعنى انه النقطة الأولى اللي بدأ بيها واللي سميناها origin of replication، إذا استمرت إضافة القواعد الجديدة راح يرجع يفر فرة كاملة ويرجع إلى نفس النقطة، ومن وصل إلى نفس النقطة انتهت العملية، انفصل خيط جديد، هاي نسميها termination. فإذا termination بالبكتيريا تكون occurs when the two replicant forms meet each other، انفتحان replicant form وتوسعان إلى أن بنى خيط جديد، ووصلن opposite end of the parent chromosome، وصلن للنقطة الأولى اللي بدأ بها وينفصل عندنا DNA جديد. وبذلك انه راح تحصل البكتيريا على دي ان اي يشبه بالضبط الدي ان اي الاصلي. هذا كلامنا كان بالبروكاريوتيك اللي هي البكتيريا. نجي بالايوكاريوتيك، الايوكاريوتيك انها تختلف الكروموسومات، كروموسومات هنا مو سيركلر مو دائريه، تكون لينر مستقيمه ومو كروموسوم واحد اكثر من كروموسوم، لكن العمليه مال دي ان اي ريبليكيشن بالضبط تشبه البروكاريوتيك، يعني هم تبدي اوريجينال replication نقطة بالأوريجينال على الكروموسوم ويستمر بالإلونجيشن وينتهي بالترمينيشن. لكن الفرق شنو؟ إنه الترمينيشن هنا يختلف. ليش؟ لأنه الترمينيشن اللي هو نهاية العملية قلنا بالبكتيريا يرجع لنفس النقطة اللي بدأ بيها، بينما باليوكاريوتيك الكروموسوم طولي لينر، فإذا يعني إذا بدأ بنقطة فهو ما يرجع لنفس النقطة، راح يستمر باتجاه واحد، فيراد لفد موقف حتى يوقف عملية الريبليكيشن. شلون يتوقف؟ نفرض انه خلينا نفرض مثل القطار يمشي على سكة، السكة باتجاه واحد، من يستمر القطار لازم الى فد محطة يوقف بها، هاي المحطة هي مجموعة من القواعد النيتروجينية بالدي ان اي غير قابلة للترجمة، هاي نسميها نون كودينج ريبيتيتيف سيكونس، قواعد غير قابلة للترجمة موجودة في نهاية الكروموسوم. من يوصل لها الـ DNA polymerase 3 يوقف عملية الـ replication. يسمون هذه الـ non-coding يسموها بالتيلومير. فإذا التيلومير هو شنو؟ هو مجموعة من non-coding repeated sequence، قواعد غير متكررة غير قابلة للترجمة، توجد في نهاية الكروموسوم وتوقف عملية الـ replication. من وقفة الريبليكيشن راح ينفصل الدي ان اي بوليمريز ويطلع دي ان اي جديد يشبه الدي ان اي الاصلي. فاذا هو يشبه قلنا تتشابه الخطوات ما عدا الاختلاف وين؟ بالترمينيشن اللي هي اخر خطوه من خطوات الدي ان اي ريبليكيشن. زين نيجي على الفيروس والاكسترا كروموسوم. هل إن العملية نفسها بالبكتيريا والإيوكاريوت؟ نعم هي نفس العملية نفس الخطوات، لم تبدي إنيشيشن، وخصوصا إحنا قلنا إذا نتكلم عن البلازميد، البلازميد هو كروموسوم سيركل، يعني مثل يشبه الكروموسوم مع البكتيريا، وبالتالي بأنه نفس الريبليكيشن أما سيميلر يبدي النقطة اللي هو ريبليكين أوف أوريجين ويستمر وينتهي بنفس النقطة. لكن عندنا بعض البلازميدات وبعض الفيروسات
ومنها البكتيريوفاج اللي هو واحد من الفيروسات، عندها طريقة تختلف عن البكتيريا في الـ DNA replication. هذه الطريقة تسمى rolling circle replication. شنو هاي rolling circle replication؟ إذا نتبعها ببساطة، هي عندنا DNA، الـ DNA circle قلنا دائري، وبي double strand من الخيوط، عنده خيطين من الـ DNA. هناك سابقا قلنا اكو نقطة يبدي بيها الريبليكيشن اللي قلنا عليها origin of replication. هنا ايضا اكو نقطة يبدي بيها الريبليكيشن، لكن شو نسمي هاي النقطة؟ إلها تسمية اخرى نسميها double strand origin او DSO. هذه double strand origin هي نقطة البداية. من يقوم بعملية فصل الخيوط الاثنين ما يدين عن بعض؟ هناك بالبكتيريا قلنا الهيليكيز يقوم بعملية فصل. هنا لا، اكو بروتينات خاصه نسميها انيشيتر بروتين. هاي انيشيتر بروتين يشفرها البلازميد او البكتيريوفاج، وتتصل بهذه المنطقه الدبل ستراند اوريجينال وتفصل خيوط الدي ان اي عن بعض. يعني نفس العمليه بالضبط ما عدا المسميات هنا اختلفت. زين، اذا استمرينا بالعمليه الان صار عندنا نفصل الخيطين عن بعض. من تنفصل الخيطين ذكروا احنا قلنا واحد من الخيوط هو من 5 الى 3 اللي هو الليدنج. هنا هذا الخيط اللي هو من 5 الى 3 نهايته راح تبدي هي بدايه اضافه النيوكليوتيدات بواسطه الدي ان اي بوليمريز 3. يعني هنا هم عندنا دي ان اي بوليمريز 3 ويبدي يضيف بس بدون برايمر، وانما راسا مباشره يضيف على النهايه 5 ويضيف النيوكليوتيدات وتستمر زين الى ان يحرر أو يكون خيط جديد. هذا أول خيط من الـ DNA اللي هو استمر بواسطة هذا الإنزيم. أكو عندنا الخيط الثاني. الخيط الثاني هنا يحتاج برايمر. مو مثل الخيط الأول مباشرة يشتغل الـ DNA مالز. هنا يحتاج برايمر. هذا البرايمر يصنع الـ RNA برايميز. ويصنع وين على قلنا هو خيط single strand origin، هناك double strand origin لأن هذاك خيطين بدأ بالمنطقة مالته، هنا خيط واحد. خلينا نشوف الرسم حتى يكون واضح لنا. هذا الكروموسوم مال البلازميد وبي double strand ثنائي DNA مثل البكتيريا. هنا اكو منطقة origin تبدي بها الريبليكيشن، قلنا هنا سميناها double strand origin عكس البكتيريا سميناها replication origin. زين، هاي المنطقة قلنا راح يتصل بها انزيم يفتح الدي ان اي عن بعض اشرطته الانزيم او البروتين العفو البروتين قلنا initiated protein راح يفتح الدي ان اي عن بعضه. من يفتحن عن بعضها راح اول خيط قلنا يشتغل عليه الدي ان اي مباشرة هذا الاحمر يكون نيوكليوتيدات جديدة ويكون خيط جديد، بينما الخيط الثاني هذا راح ينفصل ما يكون عليه، فلذلك هذا خيط مفروض نسميه single strand. اذا هذا خليه يستمر هذا الاحمر قاعد يستمر يضيف الى ان كون شنو؟ كون عندنا دي ان اي جديد. اما الخيط الثاني هذا اللي انفصل هذا صار single strand. هنا راح يضطر يكون برايمر، قلنا راح يسوي برايمر هنا حتى يشتغل الدي ان اي بوليمريز. من يكون برايمر هنا راح يضيف ايضا قواعد جديده وبالنتيجه راح يكون ايضا دي ان اي جديد. فبالنتيجه راح يصير عندنا دي ان اي اثنين مشابهات الدي ان اي الاصليه. هذه نرجع نقول اللي هي طريقه في بعض الفيروسات وبعض البلازميدات. اذا الان عرفنا الدي ان اي ريبليكيشن وقلنا هو صناعه لدي ان اي مشابه للدي ان اي الاصلي. بطريقه ثلاث خطوات تتشابه بالكائنات مع بعض الاختلافات في الخطوات الاخيره. نجي الان اذا صار خلل في الدي ان اي في احد القواعد، صار خلل معين، هذا الخلل هو نسميه بالميوتيشن او الطفره، وراح ناخذ شنو معنى الميوتيشن. فاذا الميوتيشن هي هيرتبل تشينج، يعني ممكن هو يعني تغيير ممكن ينتقل وراثيا in DNA nucleotide sequence of an organism. هذا التسلسل من القواعد النيتروجينيه في الدي ان اي الاصلي من يصير ريبليكيشن حتى يسوي دي ان اي جديد، واحد او اثنين او مجموعه من القواعد يصير فيها تغيير، وبالتالي راح يكون
DNA ما يشبه DNA الأصلي، وهذه اللي سببها الميوتيشن. فلذلك راح يكون أورغانيزم جديد، شو يسموها الأورغانيزم ميوتنت أو اللي مطفر، واللي يحوي على فينوتايب، لأنه إذا صار تغيير بالDNA راح ينعكس على البروتينات اللي يصنعها الDNA، وبالتالي يطلع فينوتايب يختلف عن شنو؟ عن اللي موجود طبيعياً بالنيتشر بالطبيعة، واللي نسميه بالوايلد تايب. إذن راح يكون كائن ميوتنت مطفر يختلف بالفينوتايب عن الوايلد تايب، عن النوع الطبيعي أو البري اللي موجود في الطبيعة. إذا نلخص الميوتيشن بالضبط خطوات، يعني الميكانيزم مالته خطواتها، احنا نجي اول شيء صار ميوتيشن وين؟ قلنا بالدي ان اي سيكونس. بس راح ناخذ انواع الميوتيشن وشو اللي يصير من يصير ميوتيشن بالدي ان اي سيكونس. الدي ان اي سيكونس عاده عنده معلومات جينوغرافيه، المفروض الغرض منها شنو؟ يصنع بروتينات. فحتى يصنع بروتينات اول خطوه لازم يصنع ام ار ان اي. فاذا راح ينقل هذا التغيير بالدي ان اي سيكونس، ينقلها الم للام ار ان اي اللي صنعه لعمليه الترانسكريبشن. وبعدين الأمارنة المفروض يترجم إلى أمينو أسيد بعملية ترانسليشن، ترجمة. وهذه الترجمة بما لو بخلل راح يكون أمينو أسيد سيكونس يختلف، وبالتالي بروتين يختلف. وإذا كون بروتين مختلف راح يكون ألتر فينوتايب، راح يغير الفينوتايب، راح يغير شكل الكائن، لأن البروتين هو له وظيفة بالجسم. فإذا تغير البروتين وظيفة أصلا قد توقف أو قد ما تعمل بكفاءة، راح يغير فينوتايب. إذن هي سلسلة تبدأ بالدي ان اي سيكونس، تنقل للام ار ان اي، وبعدين للامينو اسيد، ومن ثم تطلع بروتين اللي ينطينا فينوتايب يختلف بالكائن الجديد. So what is the causes for mutation؟ شو المسببات الميوتيشن؟ اكو مسببات وايد ميوتيشن، حتى نختصرها. أول مسبب اللي هي spontaneous mutation، أكو طفرات هي already happen in the nature، يعني تصير بالطبيعة بدون مسبب رئيسي، وإنما نتيجة العملية. قد يصير تغيير بسيط جدا، إنه يعني ذرة هيدروجين، ذرة نيتروجين، بيورين معين، تركيبة كيميائية يختلف، فهذه يسموها spontaneous، وهذا عادة قليلة جدا، تقريبا 10 أو 7 لكل يعني 10^7 انقسامات يلا تصير مره ميوتيشن. فاذا هذه جدا صغيره ونسبتها قليله. السبب الثاني اللي يصير ميوتيشن انه يصير ايرور بالدي ان اي ريبليكيشن. خلال عمليه الدي ان اي ريبليكيشن يصير خطا، يعني تصنيع الدي ان اي بوليمريز مثلا ما يجيب النيوكليوتايد في مكانه الصحيح، يصير فاذا راح ينتج عندنا تسلسل غير صحيح. الخطا الاخر انه يصير بالدي ان اي ريكومبينيشن، وهسه شوي بعد راح نناقش الريكومبينيشن. ريكومبينيشن يقصد به شنو؟ انه تبادل الجينات بين كروموسومات، وهذه طبيعيه ايضا تصير. وخلال هذه العمليه قد يصير خطا بهذه التبادل بالجينات فتنتج عنها ميوتيشن. ممكن ايضا يصير بالدي ان اي ريبير، عندما يتم تصليح الدي ان اي بدل ما يصلحه هو يحتاج مثلا سايتوسين يجيب له جوانين بالخطأ، فإذا راح يكون ميوتيشن. بعد شنو المسببات؟ عندنا الكيميكال، مواد كيميائية هواي يسبب تغير بالسيكونس، تسلسل القواعد الإكتروجينية. وهذه المواد الكيميائية إكتروجينيس هي خارجية مصنعة للإنسان، مثلا الأصباغ عندنا، الأصباغ هواي عندنا تسبب تغيرات بالمادة الوراثية. فإذا هاي المواد الكيميائية هي مسبب الطفرة. الراديشن، الأشعة، هواية أشعة عندنا، جاما رايز، اكس رايز، يو في لايت، هاي كلها تغير ببعض الأحيان في التركيب الوراثي أو تسلسل الدي ان اي وتؤدي إلى الطفرة. إذن هنالك العديد من مسببات الطفرة، وكل واحدة منهم ممكن أنه تسوي ميوتيشن. وبالمناسبة هذه تحدث لكل الكائنات طبيعيا، ولكن اكو طريقة بالجسم سواء المايكرو أورجانزم او الكائنات العالية الانسان وغيرها انه يصلح الاخطاء. لكن اذا ما صلحت الاخطاء تستمر وتسوي تستمر كميوتيشن وتنقل للجيل الجديد. الان نشوف شنو انواع الطفرات. عرفنا المسببات، عرفنا هي شنو الطفرة، نشوف انواعها. عندنا 3 تايمز، 3 انواع رئيسية. عندنا point mutation
وراح ناخذ الديليشن ميوتيشن ديليت وعندنا الانسيرت ميوتيشن. هنشوف البوينت ميوتيشن شو قصد بيه. هنا الميوتيشن يصير يعني خلل في سنجل بيس، قاعدة واحدة يصير بها خلل من الدي ان اي سيكونس، من تسلسلات الدي ان اي، يعني مو هواية، مجرد سنجل بيس. وهذه تكون اكرن يعني تكون خلال عملية تبادل، بيز سبستيتويت اور ريبليس باي انذر، يصير تبادل بالقواعد، يعني بدل قاعدة الثايمين مثلا يجي الادينين، فيصير تبادل بها فسميها بالبوينت ميوتيشن. هنا هاي البوينت ميوتيشن اكو ثلاث انواع من عندها. اول نوع نسميه سايلنت ميوتيشن. شنو السايلنت؟ السايلنت انه يصير خلل بالقاعده النيتروجينيه، لكن قبل شويه قلنا الخلل ينتقل للامار ان اي وينتقل للبروتين ويغير على الفينوتايب. هنا الخلل شنو؟ يبقى موجود بالامينو اسيد بس ما تظهر على الامينو اسيد تغيرات، يعني البروتين اللي يصنع من دي ان اي صاير بي سايلنت ميوتيشن، يبقى بروتين طبيعي يشتغل طبيعي رغم انه بطفره. فاذا هاي تبقى كامله ما تاثر وانما مجرد صارت. النوع الثاني من السنس، هنا لا، اذا صارت طفره راح تنتج ديفرنت امينو اسيد، راح تنتج امينو اسيد يختلف عن الاصلي، واذا اختلف معناه انتجت بروتين يختلف، وبالتالي هذا البروتين قد ما يعمل، يفقد الوظيفه مالته وينتهي عمل البروتين. النوع الثالث اللي هو نونسنس ميوتيشن. هنا النونسنس شنو؟ انه الطفره اللي تصير انه يصير في مكان تحول الشفره اللي تصنع بها الامينو اسيد الى شفره غير مقروءه، غير قابله للقراءه. يعني شنو؟ يعني اذا كان مثلا البروتين مكون من 10 امينو اسيد، قرا 9 من عندهم وصل للعاشر ما قدر يقرا، ليش؟ لان صار طفره به غير القواعد. فاذا تحول كونفيرت كودون انكودد امينو اسيد، هذا الكودون اللي هو تذكرون ثلاث كودونات، ثلاث نيوكليوتيدات تصنع امينو اسيد واحد، تحوله من سنس من قابل للقراءه انتو ستوب غير قابل للقراءه. بالنتيجه شنو؟ راح ينتج لي بروتين قصير بالطول وقصير وقليل المكونات. يعني نرجع لمثالنا، اذا هذا البروتين مكون من 10 امينو اسيد، اذا 9 من عندهم قراءه والعاشر ما قراءه، راح نقص عدد طول البروتين ونقص التسلسل مالته. فاذا ذني ثلاث انواع، السايلنت والمسنس والنونسنس، ذني ثلاثتين هو سببهم تغيير في قاعده نيتروجين. النوع الثاني اللي يصير حذف، انه مو تغيير مو تبادل، لا تنحذف. One or more base pair، أكثر واحدة أو أكثر من قاعدة نيتروجينية تنفقد من الدي إن إي، تنحذف. فإذا انحذفت أيضا طلعت أمينو أسيد مشوه وبروتين مشوه. النوع الثالث لا، إضافة insert، يضيف مو حذف، يضيف pairs of base pair، يضيف قواعد نيتروجينية إضافية، وإذا أضاف طبعا راح يكون عدد قواعد أكثر من الطبيعي وينتج بروتين مشوه. إذا عندنا ثلاث أنواع ذني من الطفرات، وكلهم نتيجتهم بروتينات غير فعاله للجسم. نرجع الان عندنا مصطلح ريكومبينيشن اللي قلنا عليه قبل قليل، ريكومبينيشن اللي قلنا تبادل المواد الجينيه. تذكرون من شنو ناخذ السيل ديفيجن بالقسام الاختزالي الميوسيس، واحده من خطوات الميوسيس انه الكروموسومات تلتقي بالاطراف مالتها ويصير تبادل للجينات بهاي الالتقاء اللي يسمونه كروس اوفر بوقت. فاذا هذا التبادل للجينات من كروموسوم الى اخر نسميه بالريكومبينيشن. فاذا اريد نعرفه ريكومبينيشن، it's exchange of genetic material between different organisms، تبادل او تغيير لهذه الماده بين الكائنات الحيه، which lead to production of offspring، راح ينتج كائنات جديده، with combination of traits، صفات خاصه not found or different in either parent، غير موجوده عند الاباء. اذا هذا راح ينتج، هذا التبادل بالجينات راح ينتج اجيال جديده تختلف عن الاباء الاصليين. وهذه العمليه is naturally occur، يعني طبيعيه مو خلل معين، لا طبيعي جدا انه الكائن يصير بها العمليه. حتى الكائن الابناء الجديده لهم صفه على الاقل واحده تختلف عن كلا الاباء. خلال البليوكاريوتيك
الريكومبينيشن ديورينج ميوسيس، قلنا بالميوسيس اللي يصير كروموسوم كروس اوفر وراح تلتقي الكروموسومات، قلنا يصير تبادل للجينيتك انفورميشن بيناتهم وينتج كائن جديد. نشوف انواع الريكومبينيشن. اكو انواع من التبادل هذه للجينات، عندنا ثلاث انواع رئيسيه. اول واحد نسميه جنرال او هومولوجياس ريكومبينيشن. احنا متفقين بانه الايوكاريوتيك اللي بيها كروموسومات، اكو كروموسومات قلنا هي دابلويد يعني ثنائيه، يعني شنو دابلويد؟ يعني كروموسوم يشبه كروموسوم ثاني، وبما ان هذه الكروموسوم الشابه فش يسموها بالهومولوجياس او الشقاء او الشقيقات، واحد يشبه الاخر. فاذا هذا النوع الاول اللي هو جنرال او هومولوجياس كومبينيشن، هنا يصير التبادل بين الكروموسومات المشابهه، يعني فقط الكروموسومات المشابهه يصير تبادل بينهم. So it's occur between DNA molecule of very similar sequence such as homologous chromosome بالدابلويد. إذا النوع الأول هو تبادل لكل جينات بين الكروموسومات المشابهة. النوع الثاني لا، بين الكروموسومات الغير مشابهة non homologous أو يسموها بالإليجيتيمات اللي هو اللي يصير تبادل الجينات. هنا وين يصير؟ إنه كروموسوم يختلف عن كروموسوم ثاني، تنقل منه مجموعة من الجينات بعملية معينة خلال عملية الانقسام، ويكتسب هذه الجينات وبالتالي راح يطلع لك كروموسوم يحوي جينات جديدة. So it is no larger scale sequence similarity is apparent. كروموسومات غير مشابهة يصير translocation، يصير بها تبادل بالمواد الجينية between different chromosomes. ويسوي deletion and remove several genes along chromosome. وهذا التبادل راح يشيل جينات معينة. إذن هنا النوع الثاني خلاصته إنه يحدث بين كروموسومات غير مشابهة. النوع الثالث site specific recombination. هنا عملية التبادل تصير بمساحة أو كمية قليلة من القواعد النيتروجينية. Short sequence. إيش قد طول هاي القواعد؟ من 12 إلى 24 base pair. بحيث هذه القاعدة تنقل من كروموسوم إلى آخر وتضيف له صفات جديدة. النوع الرابع اللي نسميه replicative. هنا راح يصير استنساخ، يعني مو حذف أو إزالة للجين من الكروموسوم يروح الكروموسوم الثاني. لا، يستنسخ الجينات اللي موجودة بأحد الكروموسومات وينقلها إلى الكروموسوم الثاني. خلاصة العملية عندنا النوع الأول اللي هو homologous recombination بين كروموسومات مشابهة. أما الأنواع الثلاثة هي بين كروموسومات مختلفة لكن الطريقة مختلفة. هنشوف هذا الشكل يوضح لنا الطريقة. الهومولوجياس قلنا كروموسومات مشابهة، يعني عندنا مثلا الكروموسوم الأول A B C اللي هو positive، الكروموسوم الثاني شبهه A B C بس negative، يعني نفس الكروموسوم أشقاء، يصير تبادل بيناتهم بالجينات وينتج عندنا كل واحد ياخذ جينات يختلف جينات كروموسوم الثاني ويطلع عندنا كروموسوم جديد. النوع الثاني اللي قلنا يختلف الكروموسومات بين غير الاشقاء، انه مثلا الكروموسوم الاول اي بي سي، الكروموسوم الثاني يختلف دي اي اف، فش يصير تبادل تقطع منه جزء يروح للكروموسوم الاول والعكس صحيح. بالنتيجة شو راح يصير؟ يتحول مثلا هنا الـ F راح ينقل لي بدل الـ C والـ C تجي مكان الـ F، فشو يصير؟ ABF بدل الـ C، وهنا DEC اللي هي تحولت، فإذا صار تبادل بالجينات راح ينتج لك كروموسوم جديد. النوع الثالث اللي هو سايت سبيسيفيك، قلنا منطقة صغيرة تجي من كروموسوم غير شبيه ما يشبهه، تجي الكروموسوم الأول تنضاف له بحيث راح تكون عنده جينات اضافيه. النوع الثالث لا، الكروموسوم المجموعه الجينيه راح تستنسخ روحها من الكروموسوم الاول اي بي سي، بدل ما مكان واحد راح تنقل بدل بين الاي والبي راح يصير بين البي والسي نسخه ثانيه، يعني هاي استنسخت من هاي وكون جينات جديده. اذا ذني الانواع من الريكومبينيشن. نجي نلخص أهمية الريكومبينيشن، إلى أهمية بالنسبة للمايكرو أورجانيزم. إحنا ذكرنا سابقاً إحنا واحدة من الأهميات إنه أول أهمية إنه ينطي صفات جديدة للأجيال الجديدة، يعني من تنقل الجينات راح يعطي صفة تختلف عن الآباء.
لذلك شو يكون offspring اللي هو جيل جديد could have a new gene not found in parents with the new characters. ما موجودة بالآباء وعند واحد تعطي صفات جديدة. هذه الوظيفة الأولى اللي هي الأساسية. الوظيفة الثانية إنه يساهم بالـ DNA repair، يصلح الـ DNA. شلون؟ نفرض إنه عندنا كروموسومين، هو لازم يكون كروموسومين يصير بين تبادل. كروموسوم الأول بجينات بها خلل، فمن تجي جينات من الكروموسوم الثاني صحيحة تعوض عن هاي اللي بها خلل، معناه صلحتها، يعني زالت القديمة وأنطت الجديدة وبالتالي ساهمت بالربير. فإذا هي ساهم بالـ DNA repair of homologous recombination، وخصوصا وين بالكروموسومات الأشقاء هي أكثر شيء اللي يصير بها ربير، لأن نفس الجين موجود على كروموسومين، فمن النقل ما يغير وإنما يصلح يروح مكان الجين التعبان. فإذا ذني الفائتين لل DNA recombination وهي طبيعية مثل ما قلنا بالطبيعة. هذا أعتقد اللي موجود عندنا بالنسبة للreplication.